قررنا وخلينا نبدأ بالحاجة الجديدة اللي هيبدأ النهاردة إن شاء الله، مباريات كأس مصر. المباريات هتكون بين مين ومين، وتوقعات حضرتك في هذه المباريات؟ هو المفروض النهاردة كأس مصر في ماتشين، النهاردة وبكرة لكأس مصر، في سموحة وبيراميدز وفي الأهلي وإنبي. يعني كان في كلام للكأس هيتلغي، الكأس مش هيكمل، لكن هو خلاص الاتحاد الكرة كان قرر إن هو هيلعب الكاس. فالنهارده هيكون في ماتش بين بيراميدز وسموحه، وبكره الاهلي وانبي، ثم هيبقى في توقف للبطوله استعدادا لمباراه ليبيا. النهارده مباراه، اعتقد مباراه قويه جدا بين بيراميدز وسموحه، بدايه دوري، فرقتين جاهزين، عندهم صفقات جديده، ما عندهمش مشاكل. اول مباراه للكابتن ايهاب جلال مع بيراميدز، بطوف ما زال متبقي بطوله في الدوري المصري، اكيد كله بيسعى للفوز بيها. فاعتقد هيكون ماتش مهم النهارده بين بيراميدز وسموحه في البطوله. وغدا اعتقد برضو ماتش الاهلي وانبي هيكون ماتش مصيري جدا في النادي الاهلي تحديدا. النادي الاهلي مر بكبوه خساره السوبر المصري، وده تسبب في ازمه كبيره جدا داخل الفريق. ولكن ده هيكون قوه دفع يا استاذ محمد؟ هيكون قوة دفع إذا اللعيبة قررت أن يكون قوة دفع، لأن كان في مشاكل داخل الفريق شوية، في رفض للعقوبات اللي اتفرضت من مجلس الإدارة، خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب والجهاز الفني. كان في كلام على، كان في شك حوالين مصير بيتسو موسيماني مع الأهلي، لكن مجلس الإدارة، مجلس إدارة الأهلي جدد الثقة مرة أخرى. فأعتقد ماتش إن بأي نتيجة سلبية هيكون في قرار تجاه بيتسو موسيماني. يمكن هو حظه كويس شويه ان الكاس هيتاجل، كان الكلام على لو فاز بالكاس هيكمل، لو خسر الكاس يخرج، لكن الكاس اعتقد انه هيتاجل او بنسبه كبيره تاجل. فخلاص يعني هو مكمل اعتقد مع الاهلي، الا لو في نتيجه سلبيه في مباراه انبي. طب في نقطتين هنا، في نقطتين هنا على موسيماني خلينا نسال حضرتك عليهم. اول نقطه، ينفع ان احنا نحكم على المدرب من مباراه هو بقاله فتره طويله كان ماشي بشكل جيد جدا مع النادي الاهلي، مؤخرا فقط هي اللي بدا في مشكله في مباراه او اتنين تحديدا؟ دي اول نقطه. وتاني نقطه، اذا كان هذه المباراه، هل هيلحق ان هو يستغل الفتره اللي هي من التوقف، لان في نفس الوقت اللعيبه دي هتكون موجوده في معسكر الاستعداد مع المنتخب؟ مظبوط. هو يعني موضوع موسيماني محير شويه، لان موسيماني انت لما هتيجي تقيمه هتلاقي فاز ببطولتين افريقيا، فاز بالكاس، السوبر المصري، السوبر الافريقي، ثالث العالم، فنتائج قويه جدا. لكن ابتداء من بعد الفوز على كايزر تشيفز في نهائي افريقيا، في تراجع كبير جدا في مستوى الفريق. الفريق عنده مشكله كبيره على الناحيه الفنيه، في تطور اللاعبين فنيا، على المستوى الفردي عنده مشكله في التكتلات، الفرق اللي بتلعب قدامه التكتلات، كل الحاجات دي بتبقى باينه شويه للجمهور. يعني ولكن اللاعبين الجدد استاذ محمد اللي انضموا للاهلي، ده هيأثر على مستوى المباراه؟ يعني هو الموضوع، اللاعبين الجدد لسه ما دخلوش قوي الفرق، اعتقد يمكن ده هيفرق مع موسيماني الفتره الجايه، دخول عدد كبير من اللعيبه الجديده هيفرق معاه. اذا خلاص طالما هو هيكمل وفي تجديد ثقه فيه، اعتقد دي فرصه انه يجرب لعيبه جديده. لكن في تخوف او قلق عند كتير من الجماهير الاهلي ان هو الدوري المصري، طبيعي الاهلي لما بيلعب منافس الدوري المصري بيكون بيلعب بتكتل دفاعي اكتر، فبالتالي اذا انا مدرب ما عنديش حلول للتكتلات الدفاعيه دي، فخلاص يبقى ده معناه ان انا هيبقى عندي مشاكل في الدوري. يمكن الموسم اللي فات الاهلي خسر الدوري بعد ما كان متقدم على الزمالك في النقاط ومستحوذ ومسيطر وكل حاجه، فجاه تعادل اكتر ماتش، خسر اكتر ماتش، وانهى الدوري يمكن متاخر عن الزمالك باكتر من ست نقاط، لكن رغم ان هو كان متقدم. ففي تخوف شويه في الجزئيه دي في الاهلي، لكن هو في النهايه تم تجديد الثقه فيه، رصيده من البطولات مع الاهلي يسمح بتجديد الثقه فيه، الصفقات الجديده اللي هو سواء هو اختارها بنفسه او اللاعبين اللي عادوا من الاعاره يسمح بتجديد الثقه فيه. كمان هو زي ما قلت لحضرتك هو محظوظ شويه بان الكاس اتاجل، فالضغط هيكون اقل عليه جدا باستثناء مباراه انبي فقط، وانبي كمان مش هيبقى جاهز لانه ما لعبش كتير وما كانش جاهز. فاعتقد هو عنده فرصه انه يجهز الفريق بتاعه بشكل كويس، عنده فرصه يدخل اللعيبه الجديده بشكل كويس. وكمان اعتقد ماتش السوبر والخساره والعقوبات اللي اتفرضت من مجلس اداره هتفوق اللعيبه وهتفوق الجهاز الفني بشكل كبير، انه يبدا بشكل افضل من كده الموسم القادم.